مفتوحة من أجل محاولة الإجابة على بعض الأسئلة التي تطرح علاقة بهذا النزاع المفتعل. والأسئلة اليوم المطروحة هي أسئلة مرتبطة بطبيعة انتهاكات التي تحدث داخل مخيم تندوف، باعتبارها اليوم نظرا لتواترها ونظرا لوقوعها داخل نطاق جغرافي الذي هو مخيم تندوف، ونظرا لاستهدافها للنشطاء وللمدونين ولمعارضي تنظيم جبهة بوليزاريو، أصبح اليوم طابع هذه الانتهاكات هو طابع ممنهج، أي جزء من سياسة تنظيم جبهة البوليزاريو وجزء كذلك من سياسة تورط الدولة الجزائرية في هذه الانتهاكات. تورط الدولة الجزائرية اليوم كيطرح كذلك سؤال حول مسؤولية النظام الجزائري حول مختلف الانتهاكات التي حدثت. الدرك الوطني الجزائري سبق له أن استهدف الشبان المنقبين عن الذهب، الدرك الوطني الجزائري سبق له بمحيط مخيم تندوف أن استهدف مجموعة من الشباب الذين حاولوا الفرار من المخيمات ومن جحيمها والعودة لأرض الوطن للمغرب. الدرك الوطني الجزائري كذلك قام بإحراق 3 شبان من منقبين عن الذهب داخل مخيمتين، بمعنى أن هذه الجرائم وهذه الانتهاكات التي تصل إلى درجة جرائم ضد الإنسانية تضع مسؤولية الدولة الجزائرية باعتبارها الدولة حاضنة لمخيمة تندوف أمام مسؤوليتها تجاه القانون الدولي وتجاه القانون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك تجاه القانون الدولي الإنساني. نقطة أخيرة هي نقطة مرتبطة اليوم بالنقاش الذي يثار حول الارتباطات الموجودة ما بين التنظيمات الإرهابية والتنظيمات الانفصالية. معلوم اليوم على أن هناك ارتباط مباشر ما بين التنظيمات الانفصالية على رأسها تنظيم جبهة البوليزاريو وما بين التنظيمات الإرهابية، أولها تنظيم داعش وتنظيمات مسلحة التي تتحرك في منطقة الساحل. هذه التنظيمات اليوم الجهادية والتكفيرية بالإضافة إلى تنظيم بوليزاريو اليوم يهددان جميعهم السلم والأمن في المنطقة ويشكلون خطر على السلم الدولي. لذلك وجب اليوم نقولها بشكل واضح أنه يتم وضع تنظيم جبهة البوليزاريو إلى جانب العديد من التنظيمات الإرهابية ضمن لائحة التنظيمات الإرهابية.